اسمحوا لي ان انا ارحب بالدفعه الجديده، دفعه طلبه الكليات العسكريه. برحب بيكم في الكليه الحربيه، معقل الرجال وحصن من حصون الدوله المصريه، معقل الرجال وحصن من حصون الدوله المصريه. وبالمناسبه ديت اوجه التحيه لكل الأسر المصرية اللي أعدت أبنائها وجهزتهم وقدمتهم هنا لمصر عشان يحافظوا عليها ويحموها من كل شر وسوء. أنا عارف إن ده الأسبوع الأول ليكم، وكنت حريص إن أنا أكون موجود معاكم من أول يوم. كنت بتابع الإجراءات كلها خلال الأسابيع والشهور اللي فاتت لغاية لما تم انتخاب أو تم اختياركم إن شاء الله. كلكم زي بعض هنا، وبدايتكم بداية واحدة. مش هقول لك أكتر من اجتهد والتزم وتعلم، توفق إن شاء الله وتبقى مثل جيد جدا وقدوة عظيمة جدا لنفسك ولزمايلك، وبعد كده ان شاء الله لما تتخرج. مش هوصيكم ان انتم تحترموا بعض، تحترموا بعض كويس. عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق ابدا، بالعكس القوة الحقيقية في ضبط النفس وحسن الخلق والتعامل الجيد والكفاءة. كفاءتك كإنسان على أي مستوى أنت موجود فيه، سواء كنت طالب أو ضابط صغير أو ضابط كبير حتى. في هذه الزيارة التفقدية أيضا دار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي والطلبة الجدد. أشار الرئيس السيسي إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي جرت إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشتركين من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. خلينا أقولك، العلاقة بيننا وبين فرنسا علاقة استراتيجية، وفي تفاهم وتنسيق من أجل تحقيق الاستقرار في منطقتنا. منطقتنا يعني منطقة المتوسط، منطقة الشرق الأوسط، الأوضاع في دول المنطقة زي ليبيا وسوريا ولبنان. الزيارة كان لها أنشطة كثيرة جدا، منها تبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يخص الأزمات اللي موجودة في المنطقة. ده شكل. الشكل الثاني هو التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثمارات اللي ممكن تبقى موجودة للمستثمرين الفرنسيين في مصر، برضو ده شكل تاني. تعاون في مجال التعليم والثقافة. التعليم والثقافة يعني ايه؟ يعني الجامعات الفرنسية تستقبل طلبة من مصر قد ايه، ثم الجامعة الفرنسية في مصر وإمكانية تطويرها قد ايه، أو نطورها ازاي أكتر من الوضع اللي احنا قائمين بيه في الفعل. ثم على المستوى الثقافي اللي هو الأنشطة الثقافية المختلفة اللي ممكن تتعمل. وطبعا أنا عايز أقول لكم إن أنا ما قابلتش حد إلا ما كان مهتم بالحضارة المصرية والآثار المصرية والمتحف المصري الكبير. كل الناس عايزة تحضر افتتاح هذا المتحف. ثم طبعا كان في شكل آخر أو نهائي، يعني هو التعاون العسكري والأمني. ده يعني باختصار شديد الزيارة، وطبعا ده في إطار إن مصر دايما منفتحة على الدول الكبرى وبتقيم علاقات متوازنة تتسم بالاعتدال، بعيدة عن الاستقطاب وبعيدة عن المحاور. وده للسياسة المصرية خلال السنوات اللي فاتت وحتى الآن بتتسم بيها، هو الانفتاح على الجميع، إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، التعاون والتنسيق مع الجميع من أجل البناء والتنمية والتعمير. وأتصور إن إحنا يعني الحمد لله ابتدت
دول كتير تتفهم ان احنا بندير سياسة تتسم بكتير من العقل والتوازن، ودايما بتسعى الى الاستقرار والامن والسلام بعيدا عن التجاذبات والعنف يعني والصراع، او نكون سبب في عدم استقرار على كل حال.